الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير للمتفائلين الذين يرون الخير في كل شيء ويرون الكون ربيعا دائما. مساء الابتسامة وراحة البال لقلوبكم الصافية. حياكم الله وأسعد الله مساءكم أعزائي الطلاب. ننتقل الآن إلى درس جديد من دروس الإملاء أيضا، بعد أن فرغنا من الألف اللينة وحالات كتابة الألف اللينة سواء كانت ممدودة أو مقصورة، انتقلنا إلى حالات كتابة التاء المربوطة والمبسوطة. نذكر على عجالة بحالات كتابة التاء المربوطة. قلنا التاء المربوطة هي التاء التي تلفظ هاء عند الوقف، وقلنا هناك حالتان تكتب فيها التاء مربوطة. كانت الحالة الأولى هي جمع التكسير الذي لا ينتهي مفرده بتاء، كان نقول حماة وقضاة وسعاة ورعاة. ثانيا الاسم المفرد المؤنث تأنيثا حقيقيا أو مجازيا كخولة وخديجة وفاطمة وشجرة وممرضة وماهرة وعنترة ومعاوية وطلحة وأسامة وعنترة. هذا فيما يخص حالات كتابة التاء المربوطة. أما بالنسبة للتاء المبسوطة هي التاء التي يبقى لفظها تاء عند الوقف أو عند النطق، أي في درج الكلام. وحالاتها فيما يخص الأفعال تاء التأنيث الساكنة وتاء الفاعل المتحركة وتاء الفعل الأصلية. أما حالاتها في الاسم هي جمع التكسير الذي ينتهي مفرده بتاء، وجمع المؤنث السالم، والاسم الثلاثي ساكن الوسط. إذن هذه هي كانت حالات كتابة التاء مربوطة ومبسوطة. اليوم سننتقل إلى بحث جديد هو أيضا في غاية الأهمية، ألا وهو الكشف في المعجم. أيضا هذا السؤال يأتي في كل عام، إما نقول كيف نستخرج كلمة كذا من معجم يأخذ بأوائل الكلمات أو بأواخر الكلمات، أو يقول لي رتب الكلمات، رتب الكلمات حسب ورودها في معجم سواء أوائل أو أواخر. فماذا ترون في هذه الصورة وماذا تسمى هذه الكتب؟ لاحظوا منجد الطلاب والمنجد في اللغة والمعجم والمعجم الوسيط ولسان العرب، قاموس المحيط، إذن ومحيط المحيط. إذن هذه الصور يعني أو هذه الصور نعم هي لكتب ضخمة، هذه الكتب تسمى المعاجم. وكما تعلمون المعاجم هي كتب ضخمة تحوي مفردات اللغة العربية. فبحثنا لهذا اليوم للتعرف على الكشف في المعجم، يعني كيف أبحث عن كلمة في المعجم. وكما قلت لكم يعني سؤالها دائما يقول لي كيف نستخرج كلمة ما من معجم يؤخذ بأوائل أو أواخر الكلمات، أو قد يكون السؤال على الشكل التالي: رتب الكلمات التالية حسب ورودها في معجم يأخذ بأوائل أو أواخر الكلمات. ماذا سنتعلم في هذا اللقاء؟ بداية سنتعرف ما هو المعجم، ما معنى المعجم؟ ثم سنتعرف على خطوات البحث في المعجم، يعني هل أنا أبحث عن الكلمة مباشرة أم أن هناك خطوات وإجراءات يجب تطبيقها على الكلمة حتى نبحث عنها. ثم نتعرف على طريقة الكشف في المعجم، إذا كان المعجم يأخذ بأوائل أو إذا كان المعجم يأخذ بأواخر. وسنتعرف على كيف نرتب الكلمات، هذا السؤال كما قلت كيف نرتب الكلمات حسب ورودها في معجم يأخذ بأوائل أو أواخر حسب ما يحدد لي. فكلمات مفتاحية يجب أن نتذكرها في هذا البحث معروف هي كلمة أوائل وأواخر، نعم، لأن هناك معاجم تأخذ بأوائل الكلمات ومعاجم تأخذ بأواخر الكلمات. أيضا من الكلمات المفتاحية كلمة تجريد، نعم تجريد، فنعم الكلمة لا نبحث عنها مباشرة وإنما تحتاج إلى تجريدها من حروف الزيادة.
وأيضا يقصد هنا أيضا التضعيف، أيضا من كلمات مفتاحية. إذا كانت كلمة مضعفة يعني مشددة، ماذا أفعل؟ أيضا حروف الزيادة، دائما نتذكر يعني في المعجم هناك حروف زيادة، كيف أتعامل معها إذا أردت أن أبحث في المعجم؟